الثروة مباشرة لا يمكن، هذا طرح غير واقعي، غير مقبول، مرفوض عند الجزائريين. ومصدر هذه الأخبار معروف، لا أريد أن أذكر، ولكن يعني موقع ماغرب انتليجنس المقرب من الرباط، هو فرنسي مغربي ولكن بتمويل مغربي، هو الذي في كل مرة جاءنا وزير الخارجية السعودي لعلاقات تخص البلدين فقالوا إنه يريد أن يتدخل ويبادر ويطرح موضوع الوساطة. جاءنا الرئيس الفرنسي نفس الأمر. أعتقد أن موضوع الوساطة ينطلق من فكرة أن مواقف فرنسا واضحة. مواقف فرنسا واضحة وتذهب في اتجاه النسق الأممي، لا تريد تعطيله أبدا وإنما تؤيده تماما. وأعتقد بأن هذه الورقة التي تملكها فرنسا والتي لا تملكها باقي الدول من المعسكر الغربي تمنحها فعلا إمكانيات تحقيق مكسبا تاريخيا يمكن أن يؤدي حتى إلى تعديل الطائف، مجرد المغرب والجزائر، وإنما كما ذكرت ديما إلى إقامة هذه الرباعية